بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم المحاضرة تكون عن Properties of LP Spaces and Jensen Inequality. غنركز على بعض خصائص LP. أول إشي غنحكي عن Convergence في LP. شو يعني F and converge to F in LP؟ مرات بسموه Converge in the mean of order P، اللي هي بكل بساطة انك تاخذ نورم الفرق بيناتهم، نورم البي اكيد لازم يكونوا ينتموا للبي، ولازم هذا النورم يروح لوين؟ للصفر. في نظرية بتحكي طيب شو علاقة هسا بتوارد لنا سؤال بذهننا، اذا اف ان كونفيرج لاف ان البي هل هذا يؤدي انه اف ان كونفيرج لاف almost everywhere، والعكس اذا اف ان كونفيرج لاف almost everywhere فهل اف ان كونفيرج لاف ان البي؟ هون في عندنا سؤالين، هذول prove or disprove. طبعا الجواب غيكون disprove من counter examples، يحلوا ممكن واحد يحل بعض الأسئلة اللي هون ويطلع منهم counter example لهذا الإشي. طيب الآن شو بدنا نسوي؟ اللهم صلي على سيدنا محمد. بدنا نقول صح انه F and converge F almost everywhere لا يؤدي إلى F and converge F in LP، لكن إذا ضفنا شرط اللي هو طول F and P converge to طول ال F بصير صحيح النظرية. فخلينا نثبتها. فأول إشي هنا في عندي نظرية، شو بتحكي النظرية؟ بتقول إذا كانت عندي F N و F belong to LP of E وكانت البي بين الواحد والإنفينيتي وكانت اف ان كونفيرج للاف almost everywhere طبعا on E، وايضا نورم الاف ان هذا ريال نمبر كونفيرج نورم البي طبعا كونفيرج لنورم الاف بي، اذا هذول الشرطين تحققوا نقدر نستنتج التالي انه اف ان كونفيرج للاف ان البي. بروف، خلينا نبلش نثبتها. كيف ممكن واحد يثبتها؟ اول اشي بدنا نعرف في الفيديو السابق اثبتنا we know that او برهننا انه مطلق a ناقص b، احنا حطينا زائد بس هي نفس الاشي، الكل قوة p اقل او يساوي 2 قوة p في norm a قوة p زائد norm b قوة p. طيب هاي صحيحة لكل بي بين الواحد والإنفينيتي، هاي ودن يعني برهنناها بالفيديو السابق. طيب الآن بدي أعوض بدل الأي والبي بدي أعوض مرة أف أن أوف إكس ومرة أف واي أن أوف إكس، وبدي أودي هاي للطرف الثاني، مرة قصدي أف أن أوف إكس مرة أف أوف إكس. فشو بتصير هاي؟ اثنين قوة بي مطلق أف أوف إكس اف ان اوف اكس قوة بي زائد نورم دعوض بدل البي شو اف اوف اكس، ممكن اثبت الاكس انا فهي عدد حقيقي، هاي صحيحة لكل اي وبي عدد صحيحة هاي، فهاي قوة بي ناقص مطلق اف ان اوف اكس. هسه بلشتوا تعرفوا ليش بعمل هيك، لاني انا بدي اثبت انه اف ان كونفيرج لاف ان ال بي، فلازم شو معناها مطلق البي تكامل بروح للصفر، هاي يعني النور لاف اوف اكس هاي الكل قوه بي. يعني شو اخذنا؟ اخذنا الاي اللي هي اف ان اوف اكس واخذنا البي اف اوف اكس. طيب اذا هاي بتصير ودينا على الطرف الثاني بتصير اكبر من صفر، طبعا بدنا نقول انه هاي so هاي almost everywhere. ليش almost everywhere؟ هي صحيحة دائما لأنه ممكن ال f n of x وال f of x يكونوا infinite، ممكن يكون infinite على set of measure مش صفر. نقول لا، ال f n وال f هذول ينتموا لل lp وبالتالي تكاملهم، وبالتالي so they are finite so they are finite almost everywhere، لأنه لو ما كانوا finite بيصير على الست هذه كانوا infinite بيصير التكامل infinite بيصير مش exist. طيب إذا الآن شو بدي أعمل؟ بكل بساطة بدي أسمي هاي المجموعة أو هذا الاقتران GN،
gn of x. طيب هسا شو بدي اثبت؟ طبعا بدي اثبت ناو اول شيء الجي ان هاي لاحظوا انها تنتمي لمين؟ للان نوت اوف اي. ليش؟ يعني مجربل، لانه الاف ان مجربل لانها تنتمي للبي، والاف مجربل تنتمي للبي، والمطلق مجربل، والبي مجربل كونتينوس قصدي كونتينوس، فهي بتطلع كلها مجربل مجربل زائد مجربل، فهاي كلها الامور هاي مجربل. طبعا المطلق كونتينوس والقوه بي كونتينوس مجربل، جوا كونتينوس بيطلع مجربل. طيب اذا الان شو بدي اسوي؟ بدي اقول كليم 1. شو الكليم تبعي؟ او حتى كليم واحد بس مش كليم 1. الكليم تبعي هذا بقول جي ان كونفيرج لجي، اللي هو شو الجي؟ ما قلنا شو هي هسا، اللي هي هسا بقولكم 2 قوه بي زائد 1 في ايش؟ مطلق اف البي، طبعا almost everywhere on E. بروف، خلينا نثبت هذا الاشي. بدي احسب الليمت as n goes to infinity للجي ان اوف اكس، وتساوي هي الليمت، وبدي اعوض الجي ان اوف اكس هاي هون 2 قوى بي مطلق اف ان اوف اكس الكل قوى بي زائد مطلق اف اوف اكس الكل قوى بي ناقص اف ان اوف اكس ناقص اف اوف اكس. لاحظوا الان اكس فيكس ممكن اعتبرها في هذه اللحظة، n goes to infinity. بدي اشوف point wise، فلاحظوا الليمت بتشوفوه جوا المطلق، وهاي لوين بتروح؟ ل f of x. هاي بتروح ل f of x من الليمت توزع، هاي عدد اعداد حقيقية، لانه ممكن اشوف ال x fixed هسا fixed، وبالتالي هاي بتروح للصفر لانه f n goes to f almost everywhere، فهي بتروح للزيرو، وهاي بتروح لل f بتصير ثنتين منها، وبالتالي هاي بكل بساطة تساوي 2 قوة P في 2 مطلق F of X قوة P، اللي هي 2 قوة P زائد 1 مطلق F of X. طبعا لاحظوا هاي لكل X على الست اللي هون، اللي هي outside of 6 في مجال 0، معناته الليمت هاي خلينا نقول تساوي هاي almost everywhere، هاي تساوي هاي almost everywhere، وبالتالي نستنتج اللي احنا كتبناه. طيب الان شو بدي اسوي؟ بدي اقول now لاحظوا 2 قوة P زائد 1 مطلق اي، طبعا احنا برهنناها خلاص، قوة ايش؟ مطلق اف البي، شو مالها هاي؟ هاي هي تكامل الجي، وهي التالي تكامل الجي، لكن الجي لاحظوا موجبة، مش الجي موجبة، هي موجبة الجي ان موجبة، والجي موجبة هنا مثل موجب مش موجب، فهي موجبة هاي، وبما انها موجبة اذا بقدر استخدم فتاوز لما، ولانه الجي مجربل، وبالتالي باي فتاوز لما اذا هي اقل من ليمت ان في اي للجي ان، هون باي فتاوز لما. طيب اذا هاي صارت صحيحه، الان بدنا نكتب ليمت ان للتكامل الجي ان، هذا اللي بدي اكتبه انا هون، تكامل اي 2 قوة P مطلق Fn قوة P زائد مطلق F of P ناقص مطلق إيش؟ Fn ناقص F الكل قوة P. لاحظوا الآن هل الليمت إنف تتوزع؟ هون بدي أكتب لكم فاكت، شو هي الفاكت؟ فاكت إذا كانت A Bn بتروح للB، هاي سيكونس إن R يعني، فليمت انف او سو بنفس الاشي، ليمت انف بيهمنا لا اي ان زائد بي ان، والاي ان ما بنعرف كونفيرج ولا لا، تتوزع بتصير ليمت الاي ان زائد البي، يعني تتوزع هون وهون وهون، بس بصراحه الحقيقه انه ليمت انف ما بتوزع على الجمع، هي الليمت انف بالعاده بتكون اكبر او يساوي لما نوزع،
والليمت سو بصير أقل أو يساوي له منه الزر. المهم هاي فاكت ما أثبتناها بس ممكن واحد يثبتها بريال ون. على كل ما تستخدمها هون فبصير عندي هون هاي تساوي ليمت انف، أول شيء التكامل توزع عدل ليمت بتوزع، بصير ليمت انف تكامل اي طبعا as n goes to infinity هون لاثنين قوة بي تكامل اف ان اوف بي زائد مطلق اف اوف بي زائد ليميت انف والتكامل اي سالب مطلق اف ان ناقص اف قوة بي. طبعا هون انا بدعي انه هاي اكزيست، فهون ما في مش ليميت انف، هاي ليميت ان جنرال يعني وزعت هون، فهسه بدي اثبت انه هاي كونفيرج يعني هاي البي انتبتي، بدي اثبت انه كونفيرج عشان اقدر اوزع يساوي، لانه مره ثانيه ليميت انف لا توزع على الجمع. طيب الا اذا وحده منهم كانت كونفيرج. في حقيقه ثانيه بتحكي بدي اثبت انه ليميت انف الان بدي اثبت انه هاي كونفيرج، بدي اثبت انه هاي كونفيرج. فخلينا نيجي على جنب باللون الاحمر هيك ونثبت هذا الاشي يلا مع بعض. شو بدي اثبت؟ بقول ليميت مش انف ان جنرال از ان جوز تو انفينيتي لا تكامل اوفر اي 2 قوى بي نورم اف ان اوف بي زائد 2 قوى بي هون في قوس طبعا نورم الاف قوى بي. هاي شو بتساوي؟ انا بدعي انه هاي اكزيست. 2 قبل ما ادخل الليمت 2 قوى بي بطلعها بس التكامل مطلق اف ان اوف بي زائد تكامل مطلق اف اوف بي، وانتم بتعرفوا انه هاي عباره عن شو؟ as n goes to infinity هاي عبارة عن norm f n ال p قوة p يعني، وهي norm ال f ال p قوة p limit n. هسه هذا ثابت، رقم ثابت ما بتغير، بس لاحظوا هون باستخدام هاي الحقيقة الآن بدي استخدم الشرط هذا هون، بدي استخدم هذا الشرط. شو بحكي الشرط هذا؟ بقول انه هاي الليمت لوين بتروح؟ لنورم اف، طبعا لما ارفعها قوة بتظل نفسها، وبالتالي باستخدام هذا الشرط بصير 2 قوة بي في نورم الاف قوة بي، وفي عندي واحدة هون ثانية بصير 2، وبالتالي الجواب غير يصير 2 قوة بي زائد 1 نورم الاف بي قوة بي، وبالتالي هذا اللي غير يصير عندي هيك، اللي هو بكل بساطة بطلع هذا يساوي 2 قوة بي زائد 1 تكامل مطلق اف البي على الاي. نكتبه هون. اذا من هاي بستنتج انه هاي اكزيست والليمت تبعيتها اللي هي هاي القيمة 2 قوة بي زائد 1 تكامل اي اف بي. هسه صرنا مستخدمين هاي يعني تقريبا الامور جاهزة والليمت انف توزعت باي هاي فاكت. هسه السالب تطلع برا ليمت انف وبتصير ليمت سوب تكامل مطلق اف ان ناقص اف قوة بي. ليش؟ لانه في فاكت هاي فاكت 1 في فاكت 2 كمان. شو فاكت 2 بتحكي؟ ليمت انف السالب اي ان تساوي سالب ليمت السوب اي ان، تذكروا هذا الشيء، وبالتالي تحولت لسوب. وهاي شو بتساوي؟ نورم، هاي بتساوي نورم، وبالتالي هون بده يصير عندي انا هون لاحظوا انه انا عندي هون اقل او يساوي، وهون عندي هاي بتروح مع هاي. خلينا نكمل 2 قوى بي زائد 1 نورم اي اف قوى بي ناقص ليميت انف هاي نورم اف ان ناقص اف الكل قوة ايش؟ بي. افكر شوي.
طبعا احنا استخدمنا فتاوز لما هون الجي لانه اثبتنا هاي باي كليم هون اند كليم نسيت نكتب هون اند الكليم هذا. المهم هاي قوة بي لكل قوة بي. هسع هاي بتروح مع هاي اذا بستنتج انه سالب هاي اكبر من الصفر. سو سالب هاي اكبر من الصفر ودي على الطرف الثاني بصير هذا اقل من الصفر. بصير limit inf لنورم f ناقص f p قوة p اقل او يساوي صفر. الان انا بستنتج thus هون خلينا نكتبها thus. احنا بنعرف انه limit الانف لاي اشي في العالم اقل من ليميت طبعا اقل من صفر سواء واذا شلت البي نفس الاشي هنا قوة بي خلينا قوة بي ما بتفرق اقل او يساوي ليميت سوب لنورم اف ان ناقص اف قوة بي بي والليميت سوب لسه قبل شوي ما ثبتينها اقل من صفر باي ستار ميني ستار اللي هي هاي. اذا صارت هاي تساوي هاي سو مستنتج انه الليميت ان جنرال اكزيست ل اف ان ناقص اف بي قوة بي از ان جوز تو انفينيتي اكزيست وتساوي صفر. هيك بنكون اثبتنا وبالتالي اف ان كونفيرج لاف. شو يعني اف ان كونفيرج لاف؟ يعني النورم اف ان ناقص اف كونفي بروح للصفر. ممتاز. اذا هيك بنكون اثبتنا هاي العلاقة بين almost everywhere بس بشرط ان نضيف هاي الصفر. طيب نشوف الان في نظرية ثانية بس بالناس نثبتها على السريع خلينا نحكي. بيقول اذا f ان كونفيرج للf ان lp مش بالضرورة انه f ان كونفيرج للf almost everywhere لكن يوجد sub sequence من الf ان كونفيرج للf almost everywhere. طيب يعني يوجد سب سيكونس ممكن نقول عنها ابن او شيء زي هيك. طيب الان بدنا نجيب خصائص للال بي. يعني بدي اثبت لكم انه الال انفينيتي جوا ال بي بغض النظر عن البي وال بي اذا البي اكبر من الكيو فبتنعكس بصير ال بي سبست من الكيو. طيب هاي كمان بنثبتها. المهم بدنا نثبت عدة نظريات وبدي اثبت ليش اصلا شو علاقة نورم انفينيتي بنورم بي. نتوقع انه هي نفس الليمت as p goes to infinity بدي اثبت هاي صحيح هاي جميلة جدا. طبعا هذا كلهم في ظل الشرط انه المجر المجموعة تكون فاينايت. خلينا نبلش بهاي النظرية بس عشان نبلش بهاي النظرية في نظرية ثانية مهمة ممكن نسميها لما انه norm f infinity يساوي supremum لهذا فخلينا نثبتها. فبدي اكتب هون بدنا نثبت الان انه norm infinity يساوي هاي الموضوع هاي الكمية. خلينا نشوفها الآن اللي هي تساوي السوبريمم لكل الأعداد الموجبة بحيث إنه مجر اللي هم المش أب مش إسنشال باوند. شو يعني مش إسنشال باوند؟ يعني لما نأخذ مجموعة الإكسات اللي f of x كمطلق يكون أكبر من n اللي هم اللي بيكونوا مش باوندز يعني تطلع هاي اللي بيطيروا بعد الان بتكون مجرها اكبر من صفر يعني الان مش اسينشال باوندز. بدي اثبت انه اكبر وحده فيهم لهي الانات هي نفس اسينشال باوند. بمعنى اخر ان زي عندي فانكشن هون هيك وعندي كم نقطة طائرة هون واحد جاب لي N معين هون. لاحظوا الN هاي في كثير هون مجر مش زيرو أكبر منها هاي النقاط اللي أكبر من الN. لاحظوا مجرها أكبر من الصفر إذا هاي الN مش essential bounds. بجيب هاي الNات كلها أكبر واحدة فيهم هي بتكون مجر هي النورم إنفينيتي لهاي. بدنا نثبت هذا الإشي proof. طبعا الإثبات مش صعب كثير. بدي اقول ريكول ذات انه نورم اف انفينيتي حسب تعريفنا شو بيساوي؟ هو مجموع كل الاسينشال باوندز اسف طبعا هون بدي اكتب انفيموم
هيك التعريف اللي احنا كوناه، بحيث انه مطلق f of x يكون اقل من m almost everywhere، او بشرط اخر infimum للمجموعة كل essential bounds. يعني essential bounds يعني مجر المجموعة الاكس اللي f of x بتكون اقل مطلقها اقل او يساوي m هاي المجموعة، اسف انا بدي اشيل هاي، مش اقل او يساوي، طيب اللي هي مجموعة الاشياء اللي ما بتحقق هاي بتكون لازم يكون مجرها صفر، يعني اكبر من الام بتكون هاي المجموعة مجرها يساوي صفر. طيب هسا هاي المجموعة اللي هون اللي بدنا نعملها السوبريمم بدي اسميها بي، وهاي المجموعة بدي اسميها ايه. طبعا انتو فاهمين انه هاي ليش هاي نفسها، اكيد ليش، لانه هون هاي دائما الام اكبر من اف اوف اكس اكل مكان باستثناء ست اوف زيرو مجر. فاذا جبنا كل الاشياء اللي ما بتحقق هاي لازم يكون مجرها صفر. شو يعني ما بتحقق هاي؟ طبعا هون اقل او يساوي، ما بتحققها يعني f of x اكبر من m. طيب الان شو بدي اثبت؟ claim 1، اول صفه بدي اثبتها انه لاحظوا انه هاي ولا هاي متممات الست a والb اتحادهم claim 1 انه بيعطوني الست اللي هي الa اتحاد b يساوي شو اسمه الفترة الأعداد الموجب من صفر للمالنهاية المتممات لبعض، فبتعطيني هاي. طيب و they are disjoint كمان، طيب متممات لبعض، بس المشكلة بجوز الـ A والـ B يختلطوا، يعني في بعض العناصر من A أكبر من الـ A أكبر من الـ B، وبالتالي بنثبت هذا الإشي. طبعا هاي تريفيل، ليش متممات؟ لأنه أي إكس في العالم، أي إكس موجبة يا بتكون بتكون بهاي المجموعة بالA أو بالB، أي عدد موجب. فإما هو هذا العدد موجب بخلي هاي المجموعة مجرها أكبر يساوي صفر استريكتلي، أو بخلي هاي المجموعة تساوي صفر. دائما أي مجر في العالم يا هو صفر يا أكبر استريكتلي من صفر، وبالتالي ذار إيش متممات لبعض، وبالتالي اي اكس هون هو يا هون يا هون، وكمان مستحيل تلاقي عنصر هون فهم disjoint. طيب اذا الان في claim 2 انه الاي تساوي المجموعة اي تساوي من الفا للانفينيتي تقريبا. طبعا انا بديش اركز هاي exist يعني exist ولا لا، يعني داخله ولا مش داخله، المهم for some alpha هيك بده يكون. ليش؟ IE انه اذا M جوا ال A، شو معنى انه هيك؟ يعني اذا كانت جوا ال A فاللي بعدها هذا يؤدي and كانت M prime اكبر من M، فهذا يؤدي انه ام برايم جوا الاي، يعني انها انترفل هيك معناها جوا الاي. مره ثانيه اذا اخذت عنصر بهاي المجموعه كيف هذا، فالعنصر اللي اكبر منه اكيد جوا هاي المجموعه، هذا نثبته عشان نثبت انه الاي هيك. بروف نقول الام تنتمي للاي، شو يعني تنتمي للاي؟ يعني تحقق هاي، يعني ايش؟ يعني نورم اف اقل او يساوي ام almost everywhere but، وهذا خلينا نقول وهذا يؤدي انه نورم اف اقل او يساوي ام برايم. ليش؟ لانه اصلا ام برايم اكبر من ام، هيك معطى almost everywhere، يعني اذا هاي اكبر من هاي almost everywhere، هذا يؤدي انه الام برايم تنتمي، شو معنى هاي اكبر من هاي؟ يعني تنتمي المجموعة ايه اللي هي هاي، ما هي هاي هي نفسها هاي.
كمجموعة، وتاي تنتمي للـ A. هيك نكون أثبتنا إنه إذا M تنتمي للـ A فM برايم تنتمي للـ A. And so we are done. طيب claim 2 يعني صارت المجموعة A تبع 2 بهذا الشكل. claim 2 البي نفس الإشي، بدي أثبت هاي مصداق لكلام إذا كان عندي essential bounds فاللي أكبر منه بده يكون essential bounds. طيب هسا بالنسبة للبي بدي أقول إذا إنه البي هي عبارة عن من الصفر لبيتا for some بيتا. طبعا البيتا غير تطلع نفس الألفا هاي بالمناسبة، بس احنا خلينا نقول هيك for some بيتا. IA إنه إذا كانت N تنتمي للB and في إشي أصغر منها N برايم أصغر من N، هذا يؤدي إنه N برايم طبعا هون تنتمي أسف N برايم تنتمي للB. هيك معنا بروف نفس الإشي. بنقول أول إشي عندي ال تقول أن تنتمي للبي هذا يؤدي إنه بتحقق هاي يعني مجر المجموعة X بحيث إنه مطلق F of X أكبر من N يساوي صفر أو أكبر strictly من الصفر، مجر هاي أكبر من الصفر. لكن إحنا بنعرف إنه هون نقول هون بات هذا يؤدي إنه مجر هون نقول بات خلينا نكتب بات أحسن إنه المجموعة X F of X أكبر من N كمجموعة هاي سبست من المجموعة X بحيث إنه مطلق F of X أكبر من N برايم. طبعاً because إنه N برايم أصغر من N. مرة ثانية خذ عنصر هون ما إنه أكبر من هاي وال N برايم أصغر من N، إذا بصير هاي هاي N برايم إذا هاي أكبر من هاي. فإذا عنصر هون فهو موجود هون إذا هاي. إذا نستنتج إنه مجر هاي so مجر المجموعة هاي أقل أو يساوي مجر المجموعة هاي. لكن احنا بنعرف انه هاي مجرها شو مالها اكبر ولا يساوي صفر، اذا نستنتج انه مجر هاي تبعت ال N برايم thus مجر المجموعة X بحيث انه مطلق F of X شو ماله اكبر من N برايم strictly IE انه شو يعني اكبر strictly من الصفر يعني ينتمي للB. هاي اي اي ان برايم تنتمي للB وهذا اللي بدنا اياه. اذا بنستنتج مباشره انه الاي هيك شكلها والبي هيك شكلها من كليم 3 واتحادهم بعطين الفتره كامله، معناته بنستنتج على طول سو بنرسمها معناته من الصفر لعدد معين او من الانفينيتي لعدد معين، واكيد بتغطي كل الفتره هاي اذا بده يكونوا متلاصقات مع بعض. وبالتالي الانفيمم لهاي المجموعه اللي هي هاي بي وهاي اي اقل شيء بالاي هو نفسه اكبر شيء بالبي كان. سو نستنتج فروم كليمز 1 2 اند 3 الانفيمم لا المجموعة A أصغر إشي بالمجموعة هو السوبريمم للمجموعة B. لكن ما هو الانفيمم للA؟ انفيمم للA هو النورم انفينيتي، هذا يساوي نورم انفينيتي للأف. وما هو السوبريمم للB؟ اللي هو اللي بدنا إياه. إذا بنستنتج so إنه النورم انفينيتي يساوي السوبريمم للبي.
هذا البدنية supremum للبي يساوي norm infinity. هون because one هاي norm infinity تساوي يعني norm norm infinity للاف يساوي infimum للاي حسب تعريفنا القديم. كمان يكون أثبتنا هاي النظرية. طيب ليش بدنا نثبت هاي النظرية؟ عشان التالي. نرجع للورقة تبعتنا، بدنا نثبت هاي وهاي هون. فهنا نبلش نقول النظرية تبعتنا شو علاقة الانفينيتي. فهون أول خطوة مجر الإي فاينايت، بدي أثبت إنه الال انفينيتي للإي دائما سبسط من ال البي للإي، حيث إنه البي بين واحد وانفينيتي. بروف اف تنتمي للال انفينيتي للإي، الموضوع مش كثير صعب. في نظرية بتحكي معناته essential bounds، أو في نظرية بتقول أخذناها بالفيديو السابق إنه norm مطلق f أقل من norm infinity للf. هاي exists لأنه f ينتمي exists، وهاي أقل من هاي almost everyone. طيب إذا بستنتج على طول إنه norm f قوة p، بقدر أرفع قوة p الأطراف وبعدين أكامل. هاي تكامل نورم اف البي على اي اقل او يساوي تكامل اي نورم الاف قوة بي، لكن هذا ثابت، هذا ثابت، بالتالي يساوي تكامله يساوي نفسه نورم اف البي انفينيت في مجر الاي. هذا يؤدي اذا نستنتج انه هاي فاينايت، وما انها فاينايت اذا هذا تكامل فاينايت اي اي انه نورم الاف، اللهم صل على سيدنا محمد، نستنتج انه نورم الاف انه اسف اف ينتمي لال بي. طبعا استخدمنا انه مجر هاي فاينايت، ولا كيف بدنا نعرف فاينايت ظرف فاينايت فاينايت، لو هاي فاين انفينيت ما بتزبط معنا. اذا الان خلصنا اثبتنا هذا الشيء، بلشنا بال انفينيت وصلنا بال بي، اذا هاي سبسط من هاي. هسا في نظرية أخرى، نظرية أخرى بجوز بدها شوية مساحة، فخلينا نروح هون. شو هي النظرية الأخرى؟ إنه ليميت للنورم ال بي يساوي نورم ال ان انفينيتي. فعندي هاي النظرية الآن، شو بتقول النظرية؟ بتقول النظرية إذا مجر ال اي فاينايت وكانت الاف تنتمي للال انفينيتي للاي، هذا يؤدي انه الليميت نورم اف البي يساوي نورم اف انفينيتي از طبعا بي جوز تو انفينيتي. بروف كيف نثبتها؟ زي ما عملنا قبل شوي. شو اثبتنا؟ اذا اف تنتمي للال انفينيتي للاي، هذا implies قبل شوي عملناه هون انه هاي شو هي بالمناسبة، بقدر اكمل هاي هون بتصير هاي norm f ال p قوة p اقل من norm f p infinity مجر ال e، صح؟ سمولي هاي star وبدي استخدمها الان، تساوي بدنا نقولها هون نورم اف ال بي قوة بي اقل او يساوي نورم اف الانفينيتي قوة بي في مجر الاي. اتذكر الكلام صح؟ نعم صحيح، هاي باي ستار، باي ستار. طيب اذا الان شو بدي اعمل انا هون؟ بدي اخذ القوة بي الاطراف، بصير اف نورم البي اقل او يساوي نورمال اف انفينيتي قوة مجر الاي قوة واحد على بي. طيب هسا بالمناسبة اذا كانت مجر البي هاي شو بدي الان شو بدي اخذ ليميت؟ طبعا انا بدي اخذ الليميت، انا ما بعرف انه هاي الليميت اكزيست اصلا،
وبالتالي بدي اخذ ليميت سوب الان. بدي اخذ ليميت سوب. طبعا اذا عندي اقترانين فالليميت سوب واحد اقل من الثاني فالليميت سوب للاول اقل من الليميت سوب. يعني هيك بدنا نقول اذا كان عندي اف اقل من جي فالليميت هذا يؤدي انه ليميت سوب للاف اقل من ليميت سوب للجي. المهم هذا اللي بدي اياه. فالان عندي هذا اقتران بالنسبه لبي وهذا اقتران بالنسبه لبي فبدي اخذ ليميت سوب لنورم اف البي اقل او يساوي هذا ثابت بيطلع برا الليميت سوب موجب. طبعا لو انه سالب بيطلع وبيغير بصير ليميت انف فبصير ليميت طبعا سوب ولا هاي بتطلع اكزيست. هسه بتعرفوا ليش از بي واحد على بي از بي جوست تو انفينيتي هون از بي جوست تو انفينيتي. هسه بدنا نلاحظ هاي الكميه. لاحظوا انه هون هاي تساوي اذا هون البي بتروح انفينيتي واحد على انفينيتي صفر ورقم قوة صفر واحد فبصير واحد بس بشرط انه مجرى الايد يكون اكبر من صفر استريكتلي. واذا كانت مجرى الاي تساوي صفر فالليمت هاي بتكون صفر. ليش؟ لانه هاي من صفر قوة ايش صفر فهي بتصير صفر. بس انا بدي اقول لكم انه هون we are done. اذا كانت هاي in this case إذا كان الإي مجرها صفر فالأف almost everywhere صفر فالأف بتصير almost everywhere. هون نستنتج إنه هاي تؤدي إنه الأف يساوي صفر almost everywhere وبالتالي أي نورم إله سواء كان P يساوي نورم الأف infinite ويساوي صفر وبالتالي بتصير نظرية and done. بتصير and we are done. وبالتالي هذا الكيس بدنا نستثنيه بتصير هاي واحد بمعنى آخر. هذا يؤدي انه الليمت لليمت سوب للنورم اف مره ثانيه. ليش اخترنا ليمت سوب؟ لانه ايش عرفني انه الليمت هاي اكزيست وبالتالي عشان اقول انه الليمت هاي اقل من هاي اخذ ليمت الاطراف لازم تكون ايش الليمت لازم تكون انا عارف مسبقا انه الليمت اكزيست بس انا مش عارف عشان هيك اخذت ليمت سوب فصارت اقل من هاي نورم اف. وهنا انا اخذت الكيس هاي وصارت هاي يساوي واحد لانه اي شيء موجب قوه انفينيتي بيكون ايش صفر. زي 5 قوه انفينيتي لا قوه قصدي الواحد على انفينيتي يعني صفر. 5 قوه صفر واحد بصير هيك. طيب اذا الان اثبتنا هاي. هسه باقي اثبت الليمت انف وتكون معكوسه. الان بدي اقول ناو لاحظوا هيك بنكون اثبتنا هاي وبدي اسميها واحد. Now suppose العكس. وهسا بدي استخدم النظرية اللي قبل شوي أثبتناها هون تذكروا وين راحت هاي اللي هي norm infinity تساوي هاي بالعكس. الآن بقول suppose that إنه الآن تنتمي للمجموعة الكل الآن اللي هم مش essential bounds. شو يعني مش essential bounds؟ يعني مجر المجموعة هاي حيث مطلق f of x اكبر من ال n يساوي اكبر strictly من الصفر يعني مش essential bounds. طيب هاي المجموعه شايفينها لما جرى مش صفر بدي اسميها f. شو بستنتج هون؟ اذا اخذت n من هون بستنتج انه مطلق f of x اكبر من n on f. طيب where on some f where ال f هاي on هاي ال f مجرها ايش where مجر هاي موجب مجر ال f موجب هيك بستنتج. طيب الان خذ قوة p. ما انا بدأ اصنع norm ال p بالتالي بقول norm ال f قوة p هون قوة a of x اكبر من n قوة P on F. طيب
طيب والآن مش بس هيك بدي أعمل، بدي أخذ إيش؟ تكامل، تكامل over E over F 5. طيب لاحظوا إنه هاي شو بتساوي؟ هسا بدنا نقول شو اللي بعمله أنا هون؟ بدي اخذ ان اف هاي اف هاي اف، او خلينا نشطب هاي مبدئيا طلعهم. هذا يؤدي انا بعرف انه نورم اي مطلق اف هو بي اكيد اكبر من او يساوي نورم الاف هو بي، بيكوز هنا هاي بيكوز الاف جوا الاي، الاي اللي هي المجموعة الام والاف جوا، طيب الاف اللي هي الست هاي اللي هي من الاي، ها هون المفروض اكتب جوا الاي، يعني على كل صارت هاي اكبر منها، يعني انا صغرت الست وبالتالي والفانكشن موجب طبعا عشان هذا السبب. والان هاي بقدر ارفع قوه بي واكامل هون، فبصير هاي اكبر او يساوي زي اللي قبل شوي عملناها تكامل اف الان بي، لكن انا هاي بقدر احسبها هاي الان بي مجرى الاف اف لانه هاي كونستانت. طيب هذا يؤدي بكل بساطة انه نورم اف الكل قوة بي بي اكبر او يساوي ان بي مجرى الاف، وهذا يؤدي خذ انه مجرى نورم البي اكبر من ان مجرى الاف اللي هي قوة واحد على بي. الان بدي اخذ مش ليميت سو، بدي اخذ ليميت ان، فسا بتعرفوا ليش، وبالتالي هون بقدر اكتب limit inf as p goes to infinity طبعا للنورم f p اكبر او يساوي limit inf لها بتطلع على الثابت لبرا limit inf p goes to infinity للمجموعة m e f. لاحظوا هنا غير ما اوقعش بالمطب هذا اللي كان فيه حالتين، لانه ال f اصلا مجرها شو اكبر سكر من صفر، فهاي الكمية غير تطلع واحد. طيب وبالتالي بستنتج انه limit inf لنورم f للبي اكبر او يساوي n لكل n عايشة بالمجموعة هاي الانات اللي بتكون هيك مجرى كذا كذا، هاي شو رايكم نسميها المجموعة ايش؟ k تساوي k، وبالتالي كل n تنتمي للk. طيب اذا كان عندي رقم اكبر كل عناصر الk اصغر من هذا الرقم، وبالتالي مستنتج انه احنا شو حسب النظرية شو هي هاي، طبعا هاي الk بدنا ناخذ السوبريمم، هاي اسمها الk. فبقول اذا كانت كل عناصر الk اقل من 5 مثلا، فالسوبريمم لهم السوبريمم للm مجموعة الانات هي السوبريمم للكي، خلينا نقول اقل او يساوي الليمت انف للنورم اف في البي، هذا يؤدي لكن هاي شو بتساوي السوبريمم؟ هاي نورم اف انفينيتي باي لما هون باي ايش؟ لما اللي قبل شوي اثبتنا. اذا شو بنستنتج مباشره؟ انه هاي سموا لي اياها 2 from 1 and 2. شو نستنتج؟ انه norm infinity للاف اقل او يساوي limit inf لnorm f الp اللي هي اقل او يساوي limit sub لnorm f الp اللي هو اقل او يساوي ايش؟ نورم الاف انفينيتي. ليش؟ يجي هون بنقول هاي هاي معروفه ليش؟ دائما ليمت هاي، بس هاي باي ايش؟ باي 2، وهاي باي شو؟ باي 1. لاحظ انه هاي هي نفسها هاي، اذا جوا هاي بتساوي هاي، اذا ليمت اكزيست وتساوي هاي. سو بنستنتج انه الليمت هاي از بي جوز تو انفينيتي للنورم اف
ال P exist وتساوي نور F infinity and we are done. طيب الآن نرجع هون بنقول في عنا حقيقة ثانية اللي هي هيك اثبتنا بنثبت انه LP جوا LQ اذا كانت هاي موجودة هاي خاصية ونستخدم هاي جميلة جدا نستخدم فيها الهولدر انيكواليتي فنقول بسم الله هون نقول اذا كانت ال P اقل او قصدي ال Q اقل من P وال P اقل من او يساوي انفينيتي هون اكبر او يساوي واحد فمجر ال E كان فاينايت بدي استنتج طبعا المساواة هذول بدي اشيلهم هي صح بس انا بدي اثبت بدون مساواة الان بدي اثبت هاي الكيس بدي احكي انه طبعا هي صحيحة لان اثبتت انه لو كانت الكيو اقل من انفينيتي بتصير صحيحة اذا كانت البي انفينيتي المهم على كل بستنتج انه الليمت ال بي للاي سبست من ال كيو للاي حسب مثبتها 2 نورم اف الكيو اقل او يساوي كي في نورم اف البي فور سم كي اكبر من صفر اف اف تنتمي للبي هاي احد تطبيقات الهولدر اللي كنت هسه بتشوفه 2 3 نورم الاف كيو بقدر اخلي الكي تساوي 1 اذا كانت اف طبعا مجر الاي كان يساوي واحد يعني السبيس مجموع السبيس اللي انا بكامل عليه او المجموعه اي تساوي واحد و والاف تنتمي لل كيو بروف اول شيء بدي اقول ليت اف تنتمي لل بي بدي اثبت هاي استخدم هولدر انيكواليتي بدي اقول ليت ميو تساوي بي على كيو طبعا لازم تكون موجبه هاي اكيد موجبه والايتا هاي طبعا بالتجريب ممكن واحد يجيبها بس هي مش سهله كيف تجيبهم لكن هون بدي اختار بي على بي ناقص كيو هاي موجبه طبعا هون مره ثانيه هاي بدي اياك تفهموا بس كيف اجت هاي سؤال اخر خلينا نقول نثبت اخذنا ميو هيك وان ميو هيك نقول ناو سو واحد على ميو زائد واحد على ايتا شو بتساوي مقلوب لميو اللي هو كيو على بي وهنا زائد مقلوب هاي اللي هو بي ناقص كيو على بي اللي هو يساوي بي تحت هنا كيو زائد بي ناقص كيو تروح هاي مع هاي والجواب واحد إذا هذول كونجكت لبعض فهم بدي اكتب لت اف كابيتال تساوي مطلق اف كيو طبعا هذا ينتمي للال ميو بروف خلينا نثبت تكامل اف قوة ميو على الاي يساوي الاف بصير تكامل مطلق اف قوة كيو هاي الافتبتي الكل قوة ميو اللي هي بي على كيو الكيو مع الكيو بتروح بصير تكامل اف الكيو اللي هو هذا بده يكون فاينايت تكامل لا بضل بي طبعا بضل بي هاي فاينايت بيكوز انا ماخذ الاف تنتمي للال بي اذا هاي فاينايت اذا هاي صحيحة وبدي اخذ الجي تساوي واحد هاي تنتمي للاي هنا ايتا والدليل بروف تعال نكمل تكامل اي جي قوة ايش ايتا تساوي هاي قوة واحد وبالتالي هاي تكامل واحد قوة ايتا ويساوي هاي واحد هاي مجر الاي لكن ما اخذها الان استخدمت مجر الاي فاينايت اند وي ار دن الان بقدر استخدم هولدر انيكواليتي سو او هولدر ثيوم by holder theorem and inequality we get انه هاي ضرب هاي ينتمو لل L1 of E لكن شو يعني ينتمو لل L1 معناها هاي ضرب هاي اضرب هاي بهاي F هاي قوة Q ضرب واحد طبعا ينتمي لل L1 of E
وهاي شو بتكافئ؟ إنه تكامل هذا تكاملهم بالمطلق، هاي كلها مطلق بتظل هاي على الإي اسمها لها فاينات، وهاي تكافئ إنه الأف تنتمي للأل كيو. لاحظ هيك أثبتت إنه، لاحظوا بلشت هون وانتهيت هون، إذا أثبتت 1 دون. بس بدي أكمل الآن، بدي أثبت 2 و3 على السريع. بدي أقول هون ضص طبعا إنه ال بي للإي سبست من ال كيو للإي. also hold on equality ما استخدمناها كاملة، norm f capital g واحد شو مالها؟ أقل أو يساوي norm f mu لأنهم كونجيجيت في norm g الإيتا. لكن هاي شو بتكافئ؟ هاي hold on equality بدنا نفرطهم. الاف جي طلعت هاي norm f q واحد على الاي اقل او يساوي نورم الاف ميو، تقول تكامل اف قوى ميو الكل قوى واحد على ميو ضرب تكامل اوفر اي طبعا الجي قوى ايتا الكل قوى واحد على ايتا، اللي هي شو بتكافئ؟ هاي هاي تساوي نورم اف كيو الكل قوة كيو أقل أو يساوي، طبعا هاي لسه حاسبينها بتطلع نورم بي، هاي بتطلع نورم بي نورم الأف بي قوة بي، التكامل اللي جوا هذا يساوي هاي اللي هي نورم بي قوة بي الكل قوة واحد على ميو ضرب هاي تساوي واحد، لسه حاسبينه تساوي مجر الإي، هاي مجر الإي اللي جوا الكل قوة واحد على إيتا. لكن واحد على ميو شو بتساوي؟ واحد على ميو خلينا نشوف، واحد على ميو يساوي مقلوب هاي اللي كيو على بي، واحد على إيتا اللي هو شو بتساوي؟ بي ناقص كيو على بي. هسا لاحظوا هاي تكافئ البي مع البي تروح، وبعدين بتاخذ الكيو قوة كيو الأطراف، بصير نورم اف كيو أقل أو يساوي نورم اف البي، طبعا مش اف هاي، هاي اف هاي اف كأنه نعم نورم اف. طيب لاحظوا أخذت كل قوة واحد على كيو، فبصير هيك في مجر الإي الكل قوة واحد على كيو، بصير إيش هون عندي؟ واحد على كيو بي على بي واحد ناقص شو هون؟ ناقص كيو على بي. المهم هاي الكمية بدي اسميها كي and we are done. لاحظوا هاي اثبتت انه نورم الاف الكيو اقل من نورم بي، وهاي اخذت الكي. هسا اذا اخذت الكي، اذا كان مجرى الاي تساوي واحد، لاحظوا الكي بتساوي واحد and we are done كمان. اذا هيك 2 و 3 are done، لأنه الكي لاحظوا أنها هي مجر الإي قوة something، إذا أخذت مجر الإي يساوي واحد نكون أنهينا السؤال. طيب الآن بدي أستخدم في نظرية ثانية هون عندي، شو بتحكي؟ بتقول إذا كان عندي إذا كان عندي ال بي عندي بي وكيو، وخذت عنصر بالتقاطع يعني موجود بينهم الاثنين، وكان في ار بين البي والكيو، فالتقاطع بيكون جوا ال ار. تخيلوا هذا، هون بدي استخدم هولدر انيكواليتي في اثبات هاي. يلا اذا هون بدي اقول نظريه، شو بتحكي النظريه؟ بتقول اذا كانت كيو بينات وبي بيناتهم ار، كانت انفينيتي هنا
واحد. وكان F عايش بالتقاطع، يعني عايش بالـ LP للـ E تقاطع LQ للـ E. بدي أثبت أن F تنتمي للـ R، الـ R للـ E. طبعا بتستخدم هولدر مرة ثانية. هون بدي أقول لكم كيف تستخدموها. لت لو أخذ ميو تساوي Q ناقص P على Q ناقص R. لاحظ Q ناقص P هاي سالبة، على Q ناقص R سالب، سالب على سالب موجب، إذن هاي موجبة، هاي لازم نتأكد منه بس. والإيتا تساوي Q ناقص P على R ناقص P، هاي كمان موجبة. ليش؟ Q ناقص P سالبة، R ناقص P سالب، إذن سالب على سالب موجب. هسا الإشي اللي بدي أتأكد منه، خاصية لازم أتأكد منها، واحد أحسب هاي على هاي تساوي مقلوب هاي اللي هي Q ناقص R على Q ناقص P زائد مقلوب هاي R ناقص P على Q ناقص P. لاحظوا الموحد، المقامات موحدة، وبالتالي هون Q ناقص P، هون Q ناقص R زائد R ناقص P. فلاحظوا الـ R مع الـ R بتروح بصير Q ناقص P على Q ناقص P اللي هي واحد. إذا يعني the R conjugate أول شيء. طبعا بدأ تم معروف يقول لكم شو الاف وشو الجي. الاف تساوي مطلق اف قوه بي على ميو، غريب شوي، وبدي اثبت انه فعلا ينتمي لال ميو للاي. بروف هون تكامل اي اف قوه ميو. اذا واحد اعطاكم الاف والبي وهذا وقال لكم استخدموا هولدر كويت لازم تعرفوا، اما كيف تتحذروا هذول اذا كانوا زي هيك صعبات ما اتوقع انه نطلب منكم، لكن اذا كانوا سهلات ممكن تتحذرون. هاي شو بتساوي؟ شو هي الاف؟ لاحظ قوه ميو، الميو مع الميو بروح بصير تكامل اف قوه بي على الاي اللي هي هاي فاينايت، بيكوز اصلا اف تنتمي للال بي احنا اخذنا، لاحظوا التقاطع. ونفس الشيء الجي اللي هي اف قوة Q على إيتا اللي هي تنتمي للـ إيتا E. ليش؟ بروف شوف تكامل E الG قوة إيتا، الG قوة إيتا، الإيتا مع الإيتا هاي إيتا بتروح مع الإيتا، بظل إيش؟ تكامل F قوة Q. ولحسن الحظ هاي فاينايت، ليش؟ لأنه أخذناها كمان بالQ، F تنتمي للـ LQ. طيب اذا هسه عم نستخدم سو تكامل اذا اف ضرب جي ينتمي للال1 للاي، هاي باي هولدر انيكواليتي. اي اي انه تكامل اف ضرب جي بالمطلق ما هو موجبات هذول فاينايت. طيب لكن شو التكامل هذا؟ خلينا نحسبه مع بعض. اللي هو هاي ضرب هاي بصير هاي زائد هاي بصير مطلق F قوة P على ميو زائد Q على إيتا. هسا عم نحسب هاي، أنا بدعي إنه هاي R، هسا عم نثبت إنها R. إذا طلعت R شو معناها؟ معناها تكامل E F هاي قوة R. معناته شو بنستنتج؟ إنه هاي لاحظوا إنه هاي فاينايت، إحنا هاي مهمة فاينايت، إذا هاي سو إنه هاي فاينايت، أي إي هاي تساوي هاي تساوي هاي تساوي أقل من هاي، إذا فاينايت. أي إي إنه الأف تنتمي للأل آر للإي. ظل علي شغلة صغيرة بس أنا هيك بدي أثبت، ظل علي أثبت إنه فعلا هاي تساوي آر. تعال نحسبها مع بعض. هون بي على ميو زائد كيو على إيتا، P ضرب مقلوب لميو اللي هي Q ناقص R على Q ناقص P زائد Q في مقلوب الإيتا اللي هي R ناقص P على Q ناقص P. لاحظوا انه هون المقامات واحدة، بصير PQ ناقص PR وزعت هاي زائد Q R ناقص Q P الكل على Q ناقص P. لاحظوا انه هاي بتروح مع هاي، وانه هنا بصير ايش؟ Q ناقص R، Q ناقص R، Q ناقص P قصدي،
كل قوى R على Q ناقص B. هاي بتروح مع هاي، إذا الجواب R and we are done. هيك بكون أثبتنا هاي. هسا آخر إشي بدي أحكيه بالفيديو اللي هو إشي بنسميه الجنسن إنيكواليتي. فشو الجنسن إنيكواليتي على السريع؟ شو بتحكي الجنسن إنيكواليتي؟ بتقول الجنسن إنيكواليتي إنه إذا كان عندي اقتران كونفكس، شو يعني كونفكس؟ يعني اقتران كونفكس أو بنسميه بالكالكولس أو بالتوجيه بنسميه كونكيف أو أب. كونكيف أب يعني مقعر الأعلى. مقعر الأعلى يعني كيف ممكن أعرفه؟ بقول إذا كانت عندي أي نقطتين على الكيرف وعملت خط مستقيم بيناتهم، فهذا لازم يكون جوا هاي. شو يعني جوا هاي؟ يعني خذ النقطة، أي نقطة بالفترة من هون لهون، أكيد بدها تكون عبارة عن هون إكس وهون واي، فبدها تكون كسر في إكس زائد متممته في واي. طيب، فهاي صورة تقدر تطلع هون النقطة، لازم تكون أقل من صورة بدي أطلع طبعا اللاين هذا وأعوض في النقطة هاي باللاين هاي، غير تطلع هاي اللي هي الصورة على اللاين، لازم تكون دائما أكبر من في هذا الإشي. المهم هذا التعريف ما بهمني كثير هسا، بهمني في نظرية بتقول إنه إذا كان عندي اقتران مقعر الأعلى وأخذت نقطة، أكيد يوجد أم بقدر في يوجد مماس، والمماس دائما بده يكون أقل منه. هذا بالإحساس طبعا، هاي النظرية بدها إثبات أكيد، بس أنا ما بنثبتها. شو معناها؟ معناته اللاين هاف تقدر تطلعه اللي هو عند الصورة هاي، يعني إذا عوضت بدل التي سي بتطلع سي ناقص سي صفر، بتطلع في أوف سي اللي هي هاي، لازم تكون دائما أقل من الكير نفسه. فهاي النظرية بتقول إنه هذا اللاين مماس يوجد أم يعني سلوب معين، بحيث إنه هذا اللاين يكون أقل من في أوف تي لكل تي. المهم شو جنس الإنيكواليتي بتحكي؟ إذا بلشنا بكونفكس فانكشن وكانت الست مجرها صف واحد وكان الاقتران اف وفي اوف اف قابلة التكامل، ليش؟ عشان هسه طلعوا على الجنس الإنيكواليتي، بتقول إذا جبنا كونفكس فانكشن وأكل التكامل، هل بنقدر ندخل الفي جوا التكامل؟ بقول لك نعم بنقدر ندخله، وبصير أقل بصير الاقتران أكبر بعد ما ندخله، بصير الكمية أكبر. فلازم هاي الإنيكواليتي بنسموها جنس الإنيكواليتي. طبعا لازم اف يكون قابل للتكامل، لازم في سيركل اف تكون قابل للتكامل قبل ما نبلش هاي. هاي الجنس الإنيكواليتي تكون صح إذا كان كونفكس. بدي أثبتها على السريع هون بروف الجنسن انيكواليتي. هاي بسموها جنسن انيكواليتي. انيكواليتي جميلة جدا، إلى دخل بالتكامل عشان هيك جت بالمجر. طبعا ليش بدي اجيبها وليش بدي برهنها الجنسن انيكواليتي هاي؟ لانها غير تعطيني ما مكتوب بالاكسرسايز هون، يوز جنسن انيكواليتي تو بروف بارت 3 اوف ثيورم ستار، يعني بارت 3 هاي بتعطيني اثبات اخر لهاي. على كل جنسن انيكواليتي بشو بتحكي؟ بتقول اذا كانت عندي في من ار، اذا كان كونكيف اب يعني كونفكس بسموه كونفكس هيك، وكان اف وفي بعد اف هذول قابلات للتكامل ال1، وكان مجرى الاي يساوي واحد. شو بنستنتج؟ بنستنتج من هاي انه في لتكامل الاف اقل او يساوي تكامل اي لاف اوف اف او اف سيركل اف. هاي هي الجنس الإنيكواليتي بروف. أول إشي بدي أكتب let C تساوي تكامل E F. إذا يوجد حسب النظرية اللي قلت لكم إياها إنه بما إنه الاقتران هيك، معناته يوجد عند C هاي، هاي النقطة C في of C، يوجد مماس يعني يوجد slope، هذا يساوي slope. There exists M ينتمي ل R such that إنه هذا اللاين يكون أقل. لاحظوا إذا حركت اللاين شوي سلوب بجوز يقطع يفوت جوا، بيصير مش أقل من الأف من الفي. وبالتالي هون so إنه مجر F of X قصدي مجر الأم، هاي مش المجر هاي سلوب، ضرب T ناقص C زائد في of C النقطة هاي أقل أو يساوي في of T. هاي اللي حكينا عنه
اللاين هذا ال اللي دائما اقل منها. المهم اذا اقتنعتوا بهاي لانه because ها because في is convex يعني كلها هاي عشان استخدم الحقيقة هاي يعني استخدمنا الان الحقيقة هاي. الان بدي اعوض بدل التي بدي احط اف. so هون بدي اقول ام اف ناقص سي زائد في اوف سي اقل او يساوي في اوف اف. يعني اخذت بدل التي عوضت شو بدل التي تساوي اف اوف اكس وي تيك كذا. اذا هون نحط اكس مثلا وهنا اكس. لاحظوا هاي صحيحة لكل اكس بالاي. اذا الان بدي اكامل thus نكامل. لاحظوا بدي بكامل هاي اقل من تكامل هاي ف ولاحظوا انه هاي قابلة للتكامل الاف قابلة للتكامل ال1 اذا استخدمنا هاي الان وبصير اقل من هاي فبصير تكامل هاي ولاحظوا التكامل توزع هون بصير الثابت بيطلع برا بصير تكامل اف ناقص تكامل سي اي زائد تكامل هاي في اوف سي اقل او يساوي تكامل في بعد اف او في اوف اف كله زي بعضه على اي. لاحظوا هذا الطرف جبنا هسه عم نحسب هاي. لاحظوا الان هاي شو بتساوي سو مجر هذا الثابت يصير مجر الاي وهذا تكامل الاف هاي قديش تكامل الاف هاي اسمها سي او خليها هسه من هسه بنقول طيب اذا الان صارت هاي تكامل اي الاف ناقص وهاي نفس الاشي هاي ثابت في اوف سي بيطلع برا في مجرى الاي اقل او يساوي تكامل اي في اوف اف. الان لاحظوا بدي اطلع السي شو هي طبعا مجرى الاي تساوي واحد هاي تساوي واحد وهاي تساوي واحد وقيمة السي هاي شو قيمة التكامل وبالتالي هون بصير مجر تكامل اي اف ناقص قيمة السي اللي هي تكامل اي اف. لاحظوا ان هسه استخدمت مجر الاي يساوي واحد زائد تكامل السي اللي هي تكامل اي اف اذا هاي بتروح مع هاي سو في للتكامل اي الاف اقل من تكامل اي يعني في بتدخل وبتكبر هايك معناها اند وي ار دن وبس. هسه التطبيق لهاي بدنا نحل السؤال رقم هون بقول لي اثبت عده شغلات من الاشياء اللي طلبها طلب إثباتها لي هاي. خلينا نكتبها هذا اكسرسايز دي ثلاثة إذا كانت أف موجبة وأف تنتمي للأل 101 بقول أثبت إنه جذر تكامل 01 أف أوف إكس دي إكس نعم أكبر أو يساوي تكامل صفر للواحد جذر اف اوف اكس دي اكس. لاحظوا إنه أنا الجنسن إنيكواليتي إنه الفي اللي فوق بتكون لما تكون الفي برا لازم تكون أقل. إحنا لاحظوا الجذر برا الأكبر معناته بدي أعمل ترك صغيرة. شو اللي ترك بدي أعمله؟ بدي أربع بقول هاي إيكويفالنت إذا بدي أثبتها نفس إني أثبت من صفر لاف اوف اكس دي اكس أكبر أو يساوي مربع يعني كنا ربعت الأطراف وهنا بدي أعمل الجذر هذا جذر الأف دي إكس. لاحظوا أنه هون بدي ربع هون يعني بقدر أقول أنه هاي شو بتكافئ أنه جذر الأف هون أف أوف إكس الكل تربيع دي إكس. أتوقع توضحت الآن الأمور إنه بمعنى وآخر إنه هاي شو بتكافئ. لاحظوا
انه اذا اخذت في اذا اخذت في اوف اكس تساوي اكس تربيع، شو بتساوي هاي؟ هاي اف اوف 1، واخذت الجي اوف اكس مثلا هي جذر الاف اوف اكس، فلاحظوا انه هاي بصير في الجي اكبر او يساوي هون تكامل اف اوف جي الكل تربيع، مش الكل تربيع، الكل في، لانه في تربيع. بط هون بنقول هون لاحظوا انه عشان نتاكد شو الجنسن انيكواليتي بتحكي، لازم عشان تطبق جنسن انيكواليتي لازم تكون الاف والاف بعد اف الاف، هاي طبعا الاف تنتمي للال1 والجذرها اكيد ينتمي للال1، تقدر تثبتوا هذا الاشي. والفي اوف اكس هاي كونكيف كونفكس، شو يعني كونفكس؟ بتشتقوها مرتين اذا بدك تتاكد انها مقعد اعلاها 2 اكس، وبعدين اشتقوا مره ثانيه اكس ساوي 2، هاي موجبه so في از كونفكس او كونكيف، بسموه كونكيف اب. thus by Jensen inequality هذه صحيحه، واذا هاي صح اذا هاي صح، وما انه هاي صح إذن هاي صح، إذن هاي صح، and we are done. هيك بنقول الله يعطيكم العافية.